ملعب المرداشية بصغارتها استقبل مباراة العهد وصيف الدوري بأول مباراة لمدربه الجديد الألماني روبرت جاسبرت، والاجتماعي يلي ما عم يكون خصم سهل أبدا هالموسم لجميع المنافسين. منه خصم سهل الاجتماعي، وهيدا الشيء يلي أكده بالدقيقة العاشرة الغاني نيكولاس كافي بيمرر لمواطنه ديفيد أوبوكو، بيسجل أوبوكو على يساره لحسن بيطار 1-0 للفريق الشمالي. الدقيقة 15 ركلة حرة للعهد، عباس عطوي أونيكا بينفذها مباشرة إلى المرمى، كرة أونيكا أعطت العهد التعادل. الدقيقة 22 كرة أمامية للاجتماعي، خطأ من خليل خميس، والخطأ أمام ديفيد أوبوكو بالتأكيد رح يكلف هدف. أوبوكو سجل هدفه الثاني بمرمى حسن بيطار وأعطى الاجتماعي تقدم 2-1. الدقيقة 30 العهد والهجوم، مهدي فحص عرضية لداخل المنطقة، كرته بتتجه للمرمى مباشرة وبتخضع أحمد قرحاني، هدف التعادل للعهد والنتيجة أصبحت 2-2. الدقيقة 40 أيضا العهد، كرة بتوصل للسنغالي مامادو درامي داخل منطقة الجزاء، بيسدد كرته لمامادو أصابت القائم. الدقيقة 44 دايما مع العهد، مامادو درامي بينطلق على الجهة اليمنى بيلعب كرة عرضية رأسية من أحمد زرق، العهد قلب تأخر 1-2 لتقدم 3-2 بالشوط الأول. الشوط الثاني ما شهد أمور مؤثرة، الاجتماعي حاول معادلة النتيجة، رأسية من الغاني أدم مسلاتجي سهلة بين يدي الحارس، العهد حافظ على تقدمه حتى النهاية وعاد من الشمال بثلاث نقاط مهمة. أول شيء الحمد لله على الفوز اللي عملناه اليوم، هيدي شغلة معنوية قبل مباراة الاتحاد الآسيوي. إن شاء الله الفريق مع المدرب الجديد عم يشتغل بروح إيطالية عالية، لياقة عالية، تكتيك وتكنيك. الحمد لله الفريق عم يعرف شو بده، لعيب كل لاعب بيعرف شو بده، يعني الحمد لله عم نتأقلم شوي شوي. إن شاء الله مع هذا المدرب بدك تنطر شوي عشان تشوف المستوى أحلى وأحلى. الفريق عم يأدي الحمد لله، أنا ما بزعل، بس فريق أدي بيلعب في الضوال ويضيع ما بزعل. هلا أغلاط الحارس يعني هذه بتصير بكل دول العالم يعني، والحمد لله رب العالمين فريقنا عم بيأدي وعم بيجاهد وعم بيكافح، يعني شفت من ما عم بيبخلوا بنقطة عرق، الله يعطيهم العافية.